نبقى مشاهدي الإخبارية السورية أيضا في حمص، حيث يتم الآن في هذا التوقيت أو من المتوقع أن يتم إجلاء أو إخلاء حي الوعر من الدفعة السادسة من المسلحين وعائلاتهم في هذا التوقيت بالذات. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا مراسل الإخبارية من حمص وتحديدا عند المدخل الغربي لحي الوعر أسامة ديوب. أسامة صباح الخير. صباح الخير بهاء لك والمشاهدين. ما الجديد لديك ولتحدثنا عن العملية المتوقعة لإخلاء الدفعة السادسة من المسلحين وبعض عائلاتهم من حي الوعر؟ نعم، بهاء اليوم تستكمل عملية تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاق حي الوعر بعد اتمام محافظة حمص جميع الإجراءات اللوجستية لخروج الدفعة السادسة من مسلحي حي الوعر رافضين اتفاق المصالحة مع بعض عائلاتهم. طبعا اليوم المتوقع خروج ما يقارب 400 إلى 500 مسلح من أصل 1500 شخص باتجاه مدينة جرابلس في الشمال الشرقي لمحافظة حلب. طبعا هذه الدفعة السادسة خلال 6 أسابيع الماضية خرجت 5 دفعات، يعني 4 منها باتجاه مدينة جرابلس و واحدة باتجاه مدينة إدلب. طبعا من المتوقع أن تنتهي عملية خروج المسلحين اليوم مع ساعات بعد الظهر، من بعد ساعات بعد الظهر أو مساء اليوم. أيضا محافظة حمص ذكرنا كانت تتخذ جميع الإجراءات الجلسية لتسهيل عملية خروج الدفعة السادسة. هذه عملية تنفيذ المرحلة الثالثة من بنود اتفاق الوعر حتى الآن خلال الأسابيع الستة الماضية سارت بنجاح دون أي عقبات. نعم، يعني أسامة لو تحدثنا يعني عدد المسلحين المتبقين بعد خروج هذه الدفعة السادسة. بهاء، ليس هناك عدد محدد للمسلحين المتواجدين داخل حي، ليس يوجد هناك احصائيه، ولكن مع خروج كل دفعه يكون هناك ما يقارب ما بين 400 الى 500 مسلح. اذا ما ذكرنا الاعداد السابقه هناك خرج حتى الان ما يقارب اكثر من 2000 مسلح خلال الدفعات الخمسه الماضيه. من المتوقع ايضا انتهاء عمليه خروج تنفيذ المرحله الثالثه من اتفاق حي الوعر وخروج جميع المسلحين واعلان الحي خالي من سلاح المسلحين في الاسبوع الاول او الثاني من شهر ايار القادم. هذا يعني ان هناك ربما دفعتان او ثلاثه بقيت، اذا ما قلنا هناك بقي ثلاث دفعات، اذا هناك ما يعني 1500 مسلح مع وجود مع خروج 2000. يعني في حي الوعر كان يوجد هناك اكثر من 3500 مسلح في هذا الحي. نعم، يعني اليوم الوجهه التي ستتوجه اليها هذه الدفعه السادسه، سابقا كان هناك وجهتين هي ريف ادلب وايضا جرابلس، الوجهه كانت الاغلب هي جرابلس، هذه الدفعه الى اين ستتوجه اليوم؟ طبعا هذه الدفعه سوف تنطلق من مدينه حمص برفقه عناصر خول الامن الداخلي وعناصر الشرطه العسكريه باتجاه منطقه تعديف في الريف الشمالي الشرقي لمحافظه حلب، ومن ثم هم سينتقلون من تعديف باتجاه مدينه جرابلس. بهاء، نعم، هل بدات العمليه حتى اللحظه ام لا؟ نحن الان وصلت اولى الحافلات من داخل حي الوعر الى المدخل الغربي لهذه النقطه. كما تعودنا خلال في مشهد مشابه تماما لعمليه خروج الدفعات السابقه، تاتي الحافلات الخضراء من داخل حي الوعر بعد تجهيز كافه الاجراءات اللوجستيه داخل الحي، ومن ثم يقوم عناصر خول الامن الداخلي بتفتيش الوافدين من حي الوعر باتجاه هذه النقطه هنا عند المدخل الغربي وتماما تحديدا عند الفرن الآلي، ومن ثم يتم مساعدتهم من قبل عناصر الهلال الأحمر العربي السوري وإيصالهم إلى الحافلات التي تنقلهم إلى وجهتهم. نعم، شكرا لك مراسل الإخبارية السورية أسامة ديوب من حمص وتحديدا عند المدخل الغربي لحي الوعر، سنكون معك في رسائل لاحقة أسامة لاستكمال عملية إخلاء حي الوعر من الدفعة السادسة من المسلحين. شكرا لك أسامة.